لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هو بيتكلمش خالص. طبعا امير مرتضى منصور برحب بيك، واكيد يعني اشاده كبيره من كابتن اسماعيل، وطبعا مجهودك كلنا شايفينه، الاداء الرائع اللي انت بتاديه لنادي الزمالك يعني لاقي نتائج في الملعب. مساء الخير يا مهيب. اهلا بيك. مساء الخير كابتن اسماعيل. ازيك يا امير؟ زي ما كابتن اسماعيل قال لك، والله لولا ان هو موجود ما كنتش دخلت. ليه بس كده؟ ماشي، دي حاجة ثانية، ما تقعدش بقى تنفخ فيا عشان البالونة ما تفرقعش. طب انت قافل على نفسك يعني؟ يعني ايه قافل على نفسك، مش هتتكلم تاني؟ بص، هو انا والفرقة حاجة واحدة يعني. يعني انت قافل طبعا، صح صح، انا يعني معاك، عشان في ماتش في افريقيا. تمام، عشان نوضح بس للناس يعني. طبعا كابتن اسماعيل قال لك كل الكلام اللي المفروض اقوله. تمام. انا سمعت يعني المقدمه اللي انت بتقولها على الصفقات، هي ممكن تبقى الناس مستغربه الطريقه اللي النادي بيتعامل بيها الفتره دي. دايما كل يعني قبل اي موسم انتقالات بنقعد نسمع على اللعيبه قبلها بثلاث اربع شهور، والنادي بيتكلم وبنقول هنجيب مين ومش هنجيب مين. السنه دي مش هنشتغل بالطريقه دي لكذا سبب. اول سبب، احنا يعني بنملك احسن لاعبين موجودين في الوطن العربي. لعيبه كلهم معظمهم دوليين، لعيبه حتى اللعيبه اللي مش دوليه لعيبه عندهم امكانيات. ازاي بقى ان احنا نخليهم يعني يبقوا مفيدين للفريق؟ لان مش عايزين برضو نقعد ننفخ في اللعيبه، نقعد نقول احنا عندنا احسن لعيبه. لا، احنا عندنا لعيبه محترمين وعندنا برضو جهاز فني محترم. ف الصفقات زي ما كابتن اسماعيل بيقول هتبقى في الاحتياج اللي احنا محتاجينه. سامعني يا مهيب؟ سامعك يا حبيبي، اتفضل. في الاماكن اللي احنا محتاجينها على اضيق الحدود، واللعيبه اللي يعني بيتقال برضو اسماء كثيره ماشيه ولعيبه جايه لها عروض. اللعيبه اللي جايه بنتكلم في حاجات يعني مش يعني اقل كمان من ان هي تتعدى على الصوابع. تمام. ان احنا هنجيب الاضافات بس، هنجيب الحاجه اللي تخش تنسجم على طول مع الفرقه. انت عارف طبعا يناير بيبقى غير الصيف، الصيف ده بيبقى فيه المدرب بيشتغل، عنده فتره اعداد، عنده وقت، لكن تدعيمات يناير دي بيبقى ليها مواصفات معينه. بالظبط. واللعيبه اللي خارجه، انا بسمع ان في لعيبه خارجه، انا مش عارف لحد دلوقتي المعلومات دي منين. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه دلوقتي، لسه قايل للكابتن اسماعيل، من كتر ما انتوا عاملين سرية كبيرة جدا وتكتم كبير جدا ما كانش موجود اصلا في نادي الزمالك، يعني ما عهدناش نادي الزمالك يبقى فيه النوع الكبير من السرية دي والتكتم الكبير، سواء على الناس اللي ماشية سواء على الناس اللي جاية. لكن بنشوف اسماء بتطرح في السوشيال ميديا وعلى المواقع، منها احمد حجازي، هل تم التفاوض معاه؟ بص يا مهيب، يعني مبدئيا عشان نبقى برضو واضحين خلاص، انت تنسى خالص ان انت تطلع بحاجة من المكالمة. لا أنا بكلمك، لا لو عايز أستسكى عليك هقولك في حاجة تانية، لكن أنا بكلمك على الحاجات اللي هي تم نشرها، يعني قالك أحمد حجازي، محمد عبد الشافي، يعني أسماء كتير جدا، عمر خربين، عمر خربين، يعني في أسماء كتير فعلا تم تداولها. كل شيء وارد في كرة القدم، كل شيء وارد. يعني نادي الزمالك نادي كبير، لو هو يعني في لعيب معين بالاسم هو محتاجه، اللعيب ده بيلعب في اي حته، نقدر نجيبه. بس بنجيبه بمعايير معينه، ان احنا نبقى محتاجينه ويبقى الجهاز الفني محتاجه. الاداره موفره كل ده. مين بقى هو؟ لسه ما مش يعني مش ده الوقت اللي هنعلن فيه. لكن لو انت بتسال بشكل عام، يعني اي لعيب الاسماء اللي انت قلتها او بره الاسماء دي وارد ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك لو هو هيبقى اضافه. ده كلام محترم جدا. طيب خلينا ادخل لك في النقطه الاصعب، وهي الحفاظ على القوام اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك. دي نقطة محدش ياخد باله منها، لعيبة موجودة، لكن اللي محدش يعرفه ان في لعيبة عايزة يتم تجديد عقودها، في لعيبة اسماء كبيرة جدا خلاص بتفنش عقودها في نادي الزمالك، فالحفاظ على المجموعة دي لفترات. مين؟ معلش انا اسف. مين اللعيبة اللي عقودها بتخلص؟ يعني ما عندكش المعلومة يبقى تقولش السؤال كده. كهربا. كهربا عقده بيخلص؟ يعني المفروض كان في كلام في الفترة الأخيرة. فضلت كهربا لعيب برضو، احنا قلنا الكلام ده 100 مرة. كهربا
لعيب مهم في نادي الزمالك، لعيب مهم في منتخب مصر. كهربا عدو ممتد 4 سنين، تمام. في وقت من الأوقات كهربا لو فضل مستمر على الأداء ده وعلى الالتزام ده، في وقت من الأوقات ممكن بعد موافقة مجلس الإدارة إن هو يتم تعديل عقده، لأن عقده هو برضو عشان الناس تبقى عارفة، ويعني وكهربا نفسه عارف الكلام ده. كهربا كان لما بيطلع، عشان أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير بس عشان نبقى قفلناه، بس عشان هو في فرق بين إن تعديل عقد، وفي فرق عشان ما يجيليش كل شوية واللعيب يقول لك طب أنا عايز عقدي يتعدل. لا، كهربا لعيب كان بيطلع إعارات اتحاد جدة، كان العقود اللي هو بيمضيها بيمد سنة، يعني بيطلع إعارة بيمد سنة، بيطلع بنفس القيمة اللي هو كانت في الوقت ده هو بياخدها، تمام؟ تمام. اللي هو عقده اللي هو في الفترة اللي كانت لما جه من نادي إنبي لنادي الزمالك كان عنده عقد ليه رقم معين، تمام؟ العقود دي اللي حصل إن كهربا عمل شكوى، وده حقه كلعيب، هو برضه في الآخر هو لعيب محترف، واحنا بنتعامل برضو بنظام محترف. هو شايف وجهة نظره او كانت وجهة نظر والده ان العقود دي كانت هتتوثق في وقت معين، فالوقت ده لو ما توثقش فيه العقود يبقى العقود دي باطلة او يعني انتهت، ونادي الزمالك كان حافظ حقه في العقود دي ان هو كان موثق او دافع الرسوم بتاعة التوثيق بتاعة العقود دي. تمام. انا جبت كهربا في اول السنه قلت له لو عايز ما نخشش لحد ما يتصل في الشكوى دي يبقى الموضوع ما يبقاش ريسك عليك او ما يبقاش ريسك علينا، لان انت لو الشكوى دي اتقبلت انت بقيت لعيب فري، لو الشكوى دي اترفضت انت عقدك ساري 4 سنين بالارقام اللي انت كنت بتاخدها من 4 سنين. وصل لك الفكره؟ تمام. بس فدلوقتي خلاص العقود اتوثقت وكهربا موجود في نادي 4 سنين، احنا عايزينه بقى يبقى مستريح ويبقى مبسوط بالسياسه العادله، مش بالطبطبه ولا بالدلع. هو في الاخر اللي هينجح اي مكان ان يبقى في عدل بين كل اللعيبه، لو هو لعيب بيدي لنادي الزمالك ومميز هياخد على قد ما هو يستحقه بالارقام اللي نادي الزمالك شايف ان هو يستحقها، لان احنا في لعيبه بنجدد لهم، كابتن اسماعيل عارف في لعيبه جددنا لهم عقودهم من غير ما اللعيبه دي تطلب، زي محمود حمدي الونش، وده كان مثل لكل اللعيبه، وزي معروف يوسف اللي هو لعيب اصلا في قائمه الانتظار المفترض ان هو يبقى لعيب مهمل للنادي يهمله، لان النادي دايما هيركز، اي نادي هيركز مع اللعيبه اللي بتلعب، هو لعيب كان في قائمه الانتظار، كنا حريصين ان معروف بقاله 4 أو 5 مواسم بيلعب بيحقق نسبه مشاركته مع النادي، لعيب مفيد، لعيب ملتزم، ما عملش اي مشكله، يبقى معروف هيتجدد له عقده هو كمان حتى لو هو في قائمه الانتظار، تمام. فكهربا نفس المعايير دي بتمشي عليه، كهربا انا بقول له استمر بالطريقه اللي انت ماشي عليها دي، نادي الزمالك في الاخر يعني ما بينساش الناس اللي تعبت وعرقت علشانه، بس في الاول في الاخر احنا كلنا كفرقه وكجهاز فني وكجهاز اداري وكاداره كوره ما عملناش لسه اي حاجه عشان نبتدي نوزع التورته، يعني هيجي وقت. لا لسه كتير قوي، لسه كتير على الكلام ما عملناش اي حاجه. لا طيب. لسه كتير، لسه ما عملناش اي حاجه. طيب كهربا لعيب موجود في نادي الزمالك. طب كويس ان انا قلت لك كهربا يعني، والمعلومه طلعت تمام، لان انت اتكلمت كتير قوي على كهربا. طيب عقده ساري، يعني انت طيب. بتقولي في لعيبه عقودها هتخلص، انا بقول لك ان كهربا عقده فاضل فيه 4 سنين. تمام. فوز الاهلي في الفتره الاخيره عمل ضغط على نادي الزمالك ولا مركزين؟ بالعكس احنا عايزين النادي الاهلي، يعني طبعا مع احترامنا للنادي الاهلي، ولا بنركز مع الاهلي ولا بنركز مع بيراميدز ولا بنركز مع حد، احنا بنركز مع الفرقه اللي بنلعبها بس، لما اهميه النادي الاهلي بالنسبه لنا في الماتش اللي هنلعبه فيه، ولا اللعيبه، يعني مش بقول لك كلام في الاعلام يعني، ولا اللعيبه اصلا بتتابع، اللعيبه مركزه في التمرين ومركزين في ماتش، في ماتشات بيبقى عندنا اخطاء فيها بيبقى كل تركيزنا ان احنا نعالجها في الماتش اللي بعده، لكن احنا ولا باصين قدامنا ولا باصين ورانا، احنا باصين على الماتش اللي احنا مرحله بمرحله. النادي الاهلي طبعا نادي كبير ونادي محترم، لكن احنا هو مش في يعني مش في مجال ان احنا نتاثر ان هو بيكسب او بيخسر، يعني بدليل ان هو لما خسر ما تاثرناش، يعني احنا بالعكس ده احنا ده مسؤوليه علينا اكتر وتركيز علينا اكتر، واحنا نتمنى ان النادي الاهلي يرجع يعني لمستواه ولمكانه، عشان احنا كجمهور نادي الزمالك بقى مش مسؤولين، احنا بنحب البطولات الصعبه، احنا ما بنحبش البطولات السهله، بنحب البطوله اللي فيها منافسه مع فرق قويه زي الاهلي طبعا، لكن احنا مش مركزين خالص في الحته دي، بالعكس ربنا يوفقهم يعني.
طيب السؤال الأخير أمير، يعني تصدر نادي الزمالك والمستوى الرائع اللي ظهر بيه في الفترة الأخيرة، واتنين بس من الزمالك في منتخب مصر، جنش وطارق حامد، دي عاملة حالة من الزعل داخل نادي الزمالك؟ كابتن اسماعيل، انت شايف الفاتوره قاعده بتعد كده؟ ها اجاوب على السؤال ده انا. ما اجاوب لك انا عشان هو مش هيسيبك، ما هو بعد ما هيسيبك برضه تاني. ومش هسيبك انت كمان، مش هسيبه ومش هسيبك. بص يا مهيب، برضه احنا بنشتغل على اللعيبه بره الملعب اكتر من جوه الملعب. اللعيب مش هيروح في الاخر، زي ما احنا بنقول المدير فني لنادي الزمالك هو اللي ليه حق ان هو يختار اللعيبه اللي يلعب بيها ويشوف مين الاصلح ويلعب، فبالتالي المدير الفني المنتخب هو كمان شايف مين الاصلح ويختاره ويضمه. في الاخر لعيبه نادي الزمالك ما تقللش منهم ان هو يعني ما بيتاخدش، بالعكس كلهم لعيبه جاهزين ان هم بكره يبقوا بيلعبوا كاس عالم، مش هقول لك ان هم بيلعبوا ينضموا لمعسكر او حاجه. لو في يعني في الاخر الاختيارات الجمهور بيشوفها، يعني الجمهور، خلي الجمهور هو دايما اللي يحكم. لو في حد افضل من الونش او افضل من محمود علاء او افضل من جنش، اكيد هتبقى احنا هنتبسط، لان ده في الاخر منتخب مصر، احنا عايزين الافضل هو اللي يبقى موجود. يعني بنيجي عند الحته بتاعت المنتخب ما فيهاش اهلي وزمالك. واعتقد ان الجهاز الفني هو يعني كل يوم بيبتدي يستكشف اكتر، لكن هم لعيبه طبعا كبيره ولعيبه مؤثره، واحنا في يعني هم عندهم اولويه طبعا نادي الزمالك، ولو ظهروا بشكل كويس في نادي الزمالك هو ده اللي بيوديهم المنتخب. تمام. ولسه الموسم طويل، ولسه كاس الامم الاختيارات، يعني كان في كاس امم، انت يعني انت فاكر يا مهيب، كان جده مثلا راح قبل المنتخب وما كانش حد يعرف مين جده، يعني انا قصدي في الاخر ما حدش، الاختيارات مش محسومه من دلوقتي، لكن كل اللي احنا بنقوله للاعبتنا هي ما تخليش الاختيارات تاثر عليك او على ادائك مع النادي. في الاخر لو مكتوب لك تكون في المنتخب وتأدي هتبقى موجود، وكل اللي مطلوب منك تتمرن كويس وتركز مع فرقتك، والحته بتاعت المنتخب دي في الاخر لا، ليهم كل مطلق الحريه يختار اللي هم عايزينه في الاخر. بالعكس يعني هو لو في لعيب في يعني لو في مدرب بيعاند مع لعيب مثلا او عايز يعمل توازنات ياخد لعيبه من انديه معينه، مش هو في الاخر، هو اعتقد هو اللي هيبقى خسران، يعني هو بيبقى عايز ياخد الافضل يعني. تمام. امير مرتضى منصور طبعا المشرف على فريق الكره بنادي الزمالك، بنشكرك شكرا جزيلا، وطبعا يعني كسرنا حاجز الصمت اللي عامله نادي الزمالك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.